نقول باستا بالروبيان. صح، باستا بالروبيان. ويمكن اوقات بيكون الشخص يعني يلا انت كعريس جديد بدك تعمل مثلا شيء يوم عشر رومانسي، تحضر وصفه او بمكونات ما تكون كثير معقده وصعبه. والله انا رومانسي بس ما اسوي شيء، يعني مو بالعشاء، يعني رومانسي بس ما احرك نفسي يعني امور اخرى ممكن، لكن هذه نضيفها انه رومانسيه من خلال انه تحضر وجبه. يعني ممكن تحضر وجبه، ممكن تكون مناسبه مثلا خاصه بعيد ميلاده، او مثلا نعم. ان شاء الله هيك يعني تحتفلوا بعيد زواجكم او لا لا بالعكس، ان شاء الله انا مع اي شيء يقودني شوي للرومانسيه. أوكي. ما انا احقول لك شغله بسيطه، يمكن المطبخ الايطالي معروف بمكوناته اكثر من انه تعقيد الوصفات. خلينا يعني نقول مثلا اليوم انا عم بستعمل اول شيء المقبلات اللي ممكن بكل سهوله نحضرها، يكون عندنا صحن من زيت الزيتون، بستعمل هون بصحن صغير البلسامك جليز. البلسامك جليز هو المركز البلسامك، نعم. بيكون طعمه حالي اكثر، يكون حالي وحتى يعني يكون اذخن من العادي. صح، وممكن حتى نحط معاهم هدول المكونات مع رغيف خبز شوي من البارميزان، فبناخذ جزء من البارميزان انا حاستعمل شوي منه بالباستا ومنقطعهم، يمكن حتى نستعمل السكين ونخليهم على جنب. هدول يعتبروا من المقبلات اللي كتير بسيطين وسهلين وما بيحتاجوا اصلا يعني مجهود. فصار عندنا هون خبز مع جيب لك الصحن لهون هيك نستمتع فيه احنا وعم نتساير. البارميزان وبلسامك واوليف اويل هدول يعتبروا من بسميهم مشهيات المطبخ الايطالي، يعني دائما لما بنشوفهم على على السفره بتبلش تاخذ معهم، ممكن تاخذ شويه زيتون اخضر كمان بيطلع طعمهم طيب. اما بالنسبه لوصفه السباجيتي بالشريمس، دائما طريقه تنظيف الشريمس وتحضير الروبيان وطبخه بالطريقه الصح هو اللي بخلي الباستا مميزه. اول شيء طبعا انا هون عم بغلي المي. نوع السباجيتي اللي جبته حتى خليته بالكيس هو سباجيتي فريش، يعني ما نوع براند معين او ماركه معينه، بس انا دائما بميل لاختار نوع باستا يكون يعني مصنوع او من تصدير ايطالي، هذا بيفرق كثير بالنتيجه معنا. وكالعاده بنشوف دائما على الملصق اللي موجود قد ايه عدد الدقائق اللي لازم نسلق فيهم السباجيتي. هذا بالنسبه لاختيار نوع الباستا. هلا حنحكي عن مكوناتنا لليوم. في عندي زيت الزيتون، وفي عندي الثوم، وفي عنا التشيري توميتو أو صلصة الطماطم كمان، وفي عنا الكريمة. هدول المكونات حنخلطهم مع بعض لحتى نخلق هاي طعمة باستا الروميان. ممتاز. طيب إحنا لما بنروح عادة على الفيش ماركت أو على السوبر ماركت نختار مجموعة من أو كمية من الروميان. خلينا أنا لوصفة اليوم استعملت نص كيلو، وبنطلب من السماك ينظف من كل شيء، يرطف العرق والظهر الراس. أحيانا في وصفات نحتاج نخلي فيها الديل أو منخلي فيها جزع. أنا حبيت اليوم ورجيكم لو أنتم بدكم تنظفوا الروميان بإيدكم، خليت حبة واحدة طبعا باقي كله تنظف، بس حاستعمل ورجيكم بشكل سريع كيف ممكن إحنا ننظف الروميان نخلي فيه الديل، كيف ممكن ننظفه كامل بدون ما نخلي فيه الديل. أسهل طريقة هو لما بدنا نشيل كل شيء منه، يعني ليصير بهي النتيجة مثل ما شايفين كاملة ما أنه مقطوع منه جزء، هي هي تعتبر أسهل طريقة. إذا إحنا حابين نخلي الديل اللي هي بصير طيبة بالشوي أو بتحضير، أول شيء بنعمله بنمسك هذا الجزء اللي هو البودي ومنشيل الرأس بهالشكل هذا. أوكي، صار عندي هلأ كامل. إذا أنا بدي خلي الديل بمسك آخر فقرة من الروبيان ومنشيل الفقرة اللي قبلها، بعدين بتصير سهل علينا نقشر بقية الجزء. شوفوا بهذا الشكل سهل، صار عندي هلا هون هذا الروبيان كامله بس تركنا فيه الديل. بدنا نخلي الديل او ما بدنا نخليه، دائما بنستعمل سكين وبنقدر نشيل اللي هو الظهر اللي يعتبر جزء اساسي كثير من تنظيف الروبيان. بنعمل قصه صغيره بقلب ظهر الروبيان وبنشيل فيها، احيانا حتى ما بيكون موجود، بس بشكل عام دائما هذا الجزء ضروري كثير بتنظيف حتى ما يعمل زنخه. فطول ما انه الروبيان عندنا ما له ظهر ونضيف بهذا الشكل، ممكن نحط عليه شويه برش ليمون، ممكن نحط عليه شويه زيت زيتون، ملح قبل ما نطبخه، وخلص بيكون مضمون انه الروبيان عندنا حيطلع فريش وطعمه طيب. الشغله الثانيه المهمه بتحضير الروبيان لما بده يكون عندنا وصفه هي انه نشم ريحه الروبيان ما يكون ريحته مزفر. نعم. واذا في ريحه زفر او ريحه سمك كثير قويه بيكون شوي قديم او خلص بطل حيطلع. فما يعني ينصح ما نستخدمه ولا ما نستعمله ابدا؟ يعني يفضل انه بهالحاله ما يعني ما ناكل منه. وممكن نستخدم روبيان مجمد كمان ممكن بالوصفه؟ الروبيان المجمد بس يعني مثل مثلا وصفه اليوم الستار اللي فيها هو الروبيان، فانا لا افضل يكون فريش.
لك بشور الربيان المجمد ممكن مثلا اذا عم نعمل سمبوسه بقلب ربيان حتنطحن اوريدي، اذا حنعمل فيش كيك، يعني الاشياء اللي ما حيكون الربيان مثل ما هو كامل. نصيحتي يعني، بس اكيد اللي مو متوفر عندهم اكيد بيمشي الحال كبديل. تمام. طيب هلا حنبدا بتحضير الصلصه اللي هي حيكون فيها جزء الاساسي المكون اللي حيعطي الطعم هو الثوم. فحناخذ هون وحده حبه من الثوم، حنقصها شرايح قد ما كانت رفيعه كل ما حتعطي طعم اطيب بالوصفه. ممكن نحط حبه او اثنين على حسب ال، طبعا هون بدنا نقليها حتى يكون ما يكون طعمه الثوم جاهزه، بطل عشر رومانسي صار صار عشب الثوم. حنستعمل كميه منيحه من زيت الزيتون تقريبا، يعني حوالي معلقتين كبار. شفت شلت الغطاء حتى ما يصير فيني مقلب. انت تحسين في مؤامره كان عليك؟ في مؤامره. لا لازم اشتري علب جديده حتى تكون عمليه اكثر. هلا ببدا بحط الثوم على النار ولازم يتحمر، يعني أو أهم شيء بموضوع الثوم والبصل إنه الحرارة العالية بتحرق هذا المكون بتخليه مرمر بيعطي مرارة، فدائما بدوه على حرارة متوسطة. لازم يغلي الثوم بقلب الزيت حتى كمان يعطي طعم، يعني ينتقل طعم الثوم لقلب الصلصة. أوكي، وهلا بناخذ التشيري توميتو ومنبلش نقطعهم بس بالطول حتى نعمل تكستشر بالوصفة، يعني ما حتكون التشيري توميتو صوص لأنه حنعززها بصلصة الطماطم. حتى لو لقيتوا تشيري توميتو اصفر اخضر اي شيء متوفر، او حتى لو بدكم تعملوها بطماطم عاديه، اللي بيفرق بين التشيري توميتو والبندوره العاديه هو التشيري توميتو طعمه مركز وحامض اكثر، فمن هيك بينصح فيها بالصلصات. يعني الصلصه يفضل انها تكون تميل للحموضه اكثر، ها؟ بتميل للحموضه لانه احنا كمان حنكسرها بشوي من الكريمه، فبتعطي هذا المزيج والنكهه الكريميه. تمام. بعد ما شوي شوف الثوم صار هيك سزلي، يعني ما اخذ لون غامق، حنضيف عليهم على طول التشيري توميتو، وهيك بنكون احنا وقفنا طبخ الثوم لانه خلص السوائل موجوده حتبرد على طول، حتبرد الصوص. بس مجرد حركناهم شوي فيني صار حط عليهم ملح. الملح بيخلي المي اللي بالبندوره تطلع اكثر، يعني بتساعد بطبخ هالوصفه. اوكي، صار عندي هلا هون الطماطم مع الثوم، حضيف عليهم اي نوع صلصه احنا بنحبها، فممكن تجيبوا مثلا اذا بدكم تسهلوا الموضوع اكثر تجيبوا صلصه بالعلب الازاز، اهم شيء ما تكون كثير معدنيه. مثلا صلصه مع الحر، ممكن تكون طماطم مع البيسل باستو، ممكن نستعمل شوي الصلصة اللي مع مثلا الأجبان، نوع من أنواع الأجبان، أو بس طماطم مطحونة. تمام. أوكي، هلا حطينا كوب من هاي الصلصة. الحين احنا طبعا مخرج حلقتنا اليوم هو الأستاذ نبيل أسمر، يحب حركات الشعوذة هذه. كل ما بتشوفوا هاللقطة بيكون معنا نبيل. اوكي، هلا صار عندي هون الصلصه مع التشيري توميتو. اول ما بلشت حطيت الصلصه ما بدناها تغلي كثير على حراره مرتفعه، ححط عليها شويه فلفل اسود. ومثل ما شفت هاني انا لهلا ما استعملت الربيان لانه الربيان ما بيحتاج طبخ كثير، مثل ما يعني يمكن دائما باكد عن هذا الموضوع، الربيان اذا طبخ زياده عن اللزوم تتغير طعمته وملمس النتيجه ويعتبر غير صالح للاكل. انا بالنسبه لي بس يصير كوشوك، يعني مثل لما تاكل لحمه كثير 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 ناشفه، نفس الشيء الربيان. فاول ما ببلش شوفوا كيف حتى عم حركها هيك مع، يعني عم تتسبك على مهله، اول ما ببلش يغلي حطيت عليها شويه ملح وفلفل اسود، حنضيف عليها تقريبا معلقتين من الكريمه، كريمه الطبخ. هون الكريمه ما حتخلي الصوص وردي، بس حتكسر الحموضه اللي موجوده بالوصفه. شوف كيف صار هيك هون. يا سلام. يعني صارت تقريبا هلا هون الصلصه صارت تقريبا جاهزه معانا. بهالمرحلة هاي فيني اخذ هون الربيان ملحه شوي. سهل الموضوع، شفت سريع وسهل. توعدني حطبقها شي مرة من المرات. اكيد والله دام الموضوع يعني خلص يحتاج رومانسية وكذا، ممكن بالعكس صارت جاهزة هلا الصلصة، وفيني على طول هي وحرارتها مرتفعة حاخذ معلقة بعد اذنك. صار عندي هون الصوص جاهز، حارجع ارفع عليه الحراره لانه الربيان ما حيحتاج وقت بالطبخ غير انه حيشرب على طول من حراره الصلصه وينطبخ معنا. فبوزع هلا قطع الربيان بهالشكل، ومجرد يمكن يا دوب دقيقتين مع اول غلوتين بالصوص حيبلش الصلصه تاخذ من نكهه الشريمبس وتتكامل كلها مع بعضها. بهذا الوقت بكون سلقت الباستا، واكيد بعد شوي بورجيكم شو الخطوات النهائيه لهالصوص. يعني بعد دقيقتين حاطفي على الصلصه النار
وبنرجع بنكمل. الباستا في اي ملاحظات انه ولا الوضع الوضع الطبيعي؟ بس انا دائما بخلي عندي مية الباستا على جنب، ممكن استعملها بعد ما تنسلق، اخذ منها معلقه اضيفها على الصوص حتى تخلي النشا اللي موجود بالمي بخلي الصوص اللي معنا اسمك، فهي نصيحه كمان بتسبك الصلصه معنا اكثر. ممتاز.